صحتم بالخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح معرض الشهر الكريم بالمكلا. اختتام الحملة العلاجية الثانية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال في مركز نبض الحياة بالمكلا. إشهار ديوان شوقتني المكلا كيف لا أشتاق. أهلا بكم. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني اليوم تعميمين لقرار وزير النفط والمعادن أوس عبد الله العود بشأن تعيين مديرا عاما لفرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت ومديرا ونائبا لمنشأة بروم لتعبئة الغاز. ونص التعميم الأول الذي حمل رقم 11 لعام 2019 بتعيين الدكتور خالد سلمان أحمد العكبري مديرا عاما لفرع شركة توزيع المنتجات النفطية شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت. كما نص التعميم الثاني الذي حمل رقم 12 للعام الجاري بشأن تعيين عز الدين ناصر عبيد الكسادي مديرا عاما لمنشأة بروم التابعة للشركة اليمنية للغاز، وفارس فاروق بن شملان نائبا لمدير المنشأة. من جانب آخر، أصدر محافظ محافظة حضرموت التعميم رقم 10 للعام الجاري بشأن بدء الدوام الرسمي بمطار الريان الدولي. ووجه المحافظ في التعميم مدراء عموم الجهات المدنية والأمنية والعسكرية العاملة بمطار الريان الدولي بتوجيه مدراء إداراتهم العاملة بالمطار ببدء الدوام الرسمي اعتبارا من صبيحة يوم الأحد 21 من إبريل لبدء العمل في مهامهم المحددة كلا بحسب اختصاصه. افتتح محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سلمين البحسني معرض الشهر الكريم بقاعة البروفيسور علي وهود بعباد بحي الإنشاءات بمدينة المكلا الذي تنفذه شركة سلام للدعاية والإعلان ومجموعة الماهرة التجارية بالتعاون مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت. واستمع المحافظ البحسني أثناء تجوله في أقسام المعرض إلى شرح وافي من قبل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي عن المعرض التي تشارك فيه 45 شركة ومؤسسة تجارية وصناعية من حضرموت وخارجها. وأكد محافظ حضرموت على حرص السلطة المحلية بالمحافظة على إقامة معرض الشهر الكريم في كل عام لمساعدة المواطنين على التزود بمتطلبات شهر رمضان من مكان واحد وبأسعار مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. تفقد محافظ محافظة حضرموت اليوم الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة. وقام المحافظ بجولة للمشاريع التي سيتم افتتاحها بهذه المناسبة والفعاليات التي ستقام ابتهاجا بها. كما شهد المحافظ البحسني البروفة الأخيرة لوحدات المنطقة العسكرية الثانية المشاركة في الاستعراض العسكري احتفاء بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت، بالإضافة إلى البروفة ما قبل الأخيرة لافتتاح النصب التذكاري لشهداء حضرموت. وأكد المحافظ أن الاهتمام بهذا الحدث يأتي انطلاقا من أهميته ووفاء لأرواح شهداء حضرموت الذين كان استشهادهم ثمرة استقرارنا اليوم. قدم محافظ محافظة حضرموت التهنئة لنجاح المخيم الطبي الجراحي الذي أقيم بمستشفى الشحر العام تحت إشراف مكتب وزارة الصحة وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية الشحر، والذي شهد إجراء أكثر من 100 عملية نوعية شملت الجراحة العامة والمناظير للصغار والكبار. وأثنى المحافظ على تفاعل عدد من رجال الخير والمؤسسات الخيرية في مديرية الشحر ودعمهم لكثير من المشاريع الخيرية، ولهذا المخيم الطبي الخاص بالمسالك البولية والتشوهات الخلقية وأمراض الجهاز الهضمي وجراحة المناظير والمرارة والفتاق للكبار والأطفال. وشكر المحافظ الاستشاريين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذين حرصوا على تنفيذ المخيم خدمة لإخوانهم المرضى في محافظة حضرموت.
بدأت إدارة التشجير بإعادة تشجير وتحسين شارع 60 وشوارع مدينة المكلا، وتزينت أحواض الشوارع بأشجار الزينة التي ستضفي جمالا للمدينة. وقال مدير إدارة التشجير أيمن باراس إن العمل سيتواصل لإنجاز تشجير شوارع مدينة المكلا وإظهارها بمظهر لائق تنفيذا لتوجيهات محافظ حضرموت، ويأتي ذلك تزامنا مع الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت. نفى المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت دكتور رياض حبور الجريري الشائعات حول وجود حميات فيروسية قاتلة منتشرة في مدينة المكلا، ولا يوجد أي من تلك المزاعم أو الشائعات التي يروج لها ضعفاء النفوس. وأطمأن دكتور جرير المواطنين بأن هناك نظام ترصد قوي وفريق تدخل سريع لدى مكتب الصحة بالساحل يتعامل مع أي حالة مرض وبائي ضمن قائمة الأمراض المترصد لها عالميا، مؤكدا أن صحة ساحل حضرموت على أتم الاستعداد للتدخل في حالة تواجد أي حالة مرضية، وأن المرافق الصحية جاهزة للتعامل مع أي وباء مع حذرنا الشديد نتيجة الوضع الوبائي في المحافظات المجاورة بسبب الكوليرا والدفتريا. وحث الدكتور جريري المواطنين والإعلاميين وقادة الرأي أن يهتموا بنشر المعلومات المفيدة كطرق الوقاية من العدوى والحث على النظافة الشخصية ونظافة البيئة وسلامة المأكل والمشرب، داعيا الله تعالى أن نتجنب المحافظة من الأمراض والأوبئة. اختتم بمؤسسة أمراض القلب الخيرية مركز نبض الحياة الحملة العلاجية الثانية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال الذي ينفذه فريق طبي سعودي متطوع تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. واستمرت الحملة من 16 وحتى 21 من إبريل الجاري، حيث تم إجراء نحو 95 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية. هذا وضم الفريق الطبي السعودي الزائر 21 استشاري وأخصائي وإداري، هدفهم التخفيف من معاناة كثير من مرضى القلب من الأطفال. نظم منتدى ملك الشعراء والمبدعين حفلا تكريميا وخطابيا بمدينة المكلا بمناسبة إشهار ديوان شوقتني المكلا كيف لا أشتاق للشاعر الأستاذ أحمد سعيد بوسبعة. وفي الحفل الذي حضره شخصيات رسمية وقيادية واجتماعية، أعطى الشاعر بوسبعة لمحة عن الاحتفالية التي يقيمها المنتدى، وقال إننا نحتفي هذا اليوم بالعامين الهجري والميلادي وكذا بالذكرى الثالثة لتحرير المكلا وساحل حضرموت. وأعلن خلال الحفل إشهار ديوان شوقتني المكلا كيف لا أشتاق، مشيرا إلى أعمال ونشاطات المنتدى الثقافية والتوعوية والخيرية. وأوضح ملك الشعراء أن الديوان يحتوي عدة فصول من بينها الأغاني ومقاطع وألغاز وموشحات دينية وأهازيج الأطفال وفصل رياضة. واختتمت فقرات الحفل بتقديم الدروع التذكارية ونسخ من ديوان شوقتني المكلا إلى الشخصيات الثقافية والقيادية والرسمية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يفتتح معرض الشهر الكريم بالمكلا. اختتام الحملة العلاجية الثانية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال في مركز نبض الحياة بالمكلا. إشهار ديوان شوقتني المكلا كيف لا أشتاق. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.